نبدأ أسرتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. هما وعاش في المدينة بين السكان لفترة طويلة، وشارك في معارك أهلها ضد المحتلين، وعندما توفي تم تشييد تمثالين تكريما لهما واعتبرا من رموز المدينة. أما كلمة الباهية فتعني الجميلة، كم هي جميلة مدينة وهران. ضربة الانطلاقة الجزائر من بينها، مباراة أمام البرازيل ضد بولي آنذاك، وبولي كان سماها قيصر إفريقيا نسبة إلى القيصر فرانس بيكنباور، لأنه كان فعلا واحد من بعد منذ البداية. محيوس مزيان يرفع الكرة خطيرة الراسية والحارس مباراة كرة بعيدة، عبد الله بالراس لم يقدر خروج هنا من قبل الحارس فريد شعال الذي يستفيد من هذه الكرة في وقت يبقى. أيوب عبد الله ساقط على أرضية الميدان طبعا بحث عن إيمارانا سيني 33 سنة لاعب في العالية. الكرة مرفوعة لا قصيرة، تغطية دفاعية من هنالك، وهرب مزيان عنده جول كرة جول كرة جول الراسية والحارس جيبو بروعة يتفوق في هذه الكرة وهذه التوزيع العرضية ناحية جيبو على الجهة اليسرى يمر من أمام بالخيط، أوه رايح بالخيط أمام إبراهيم جيبو تفوق عليه هنا ويخرج الكرة في التماس. على فكرة نصبيا إلى النادي الأهلي كرة بعيدة، قلت أحمد قندوسي لعب تقصديف وقندوسي والدفاع لا لا أعتقد كان في وضعية تسلل. نعم 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 وضعية تسلل من عبد الرحمن مزيان في لعبة كوس على مرتين ودراوي ومحيوس والدفاع وطرح ركنية للمنتخب الجزائري بعد هذه التغطية من إسماعيل سولي ثاني الركنية والحارس لم يتمكن وقل أيوب عبد الله يتفوق على دفاع النيجر ويسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. جول 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 1-0 للجزائر وأول خطوة في المباراة النهائية. نعم المباراة ما زالت طويلة، ومنتخب النيجر محترم ورائع ومتميز وكذلك، لكن المنتخب الجزائري أمام جماهيره. وصلت لبالخيت يلعبها في اتجاه دراوي، دراوي ما زال عنده الكرة الآن الحكم المساعد جازا كدد والتوزيع الأرضية خطيرة خطيرة تسديدة يا دراوي رائع اللعبة هذه بين بالخيتر وقد سيني 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 أوي والروعة في إخراج الكرة هذه في الركنية. زالت مرة ثانية ترجع لإبراهيم جيب والدفاع يخرجها ثم محيوس 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 محيوس, محيوس. فاتوا الكرة فاتوا راحت ضربة مرمى أم كرة بعيدة وخطيرة بالخيتر دراوي دراوي لمحيوس بابا 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 التصيدة جول بابا 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 يا محيوس من أين لك هذه القوة يا محيوس؟ هدف ثاني في منتهى الروعة، كرة دراوي لمحيوس، كرة محيوس في الشباك وجول، هدفان مقابل صفر، رابع أهداف أيمن محيوس في هذه البطولة، هداف البطولة بالروعة والبراعة. الهداف اللي سجل مباراة في الربع النهائي على طريقة جورجينيو ها هو يسجل العرضية وبابا خطيرة والعوافي اي 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 لا رائع الكرة هذه من مزيان في اتجاه ميريزيك في القائمة الثانية يلحق على الكرة دراوي دراوي وبالخيتر دراوي ما زال وصلت من هنالك لميريزيك ميريزيك وركنية أخرى هدفا للصفر في النتيجة لحد الآن احترامان كذلك الكرة من مزيان في الركنية القائمة الأول وهنا بالعيد مرة ثانية قندوسي تسديدة بعيد الكرة هذه من أحمد قندوسي وايت مهوب كذلك خطيرة جول خطيرة من قندوز من لوس
يوسف العوافي فوق راس محيوس الذي يسجل الثالث ويسجل خامس أهدافه في هذه البطولة. رائع الكرة ورائع الرأسية، محيوس أمام الحارس يسجل الثالث. 3-0 صارت النتيجة بعد كرة ولا أروع من قبل اللاعب يوسف العوافي بيسراه، وهنالك محيوس لا يتردد ولا يتوانى ولا يتأخر في تسجيل الثالث بعد هذه المخالفة التي تحصل في الجهة الجزائرية. 3 أهداف سجلوها. وين يا ولدي وين؟ هنالك محيوس، محيوس أي خطأ يا سيد الحكم، خطأ يا سيد الحكم، يصفر في نهاية المطاف للمنتخب الجزائري ويخرج البطاقة الصفراء في وجه المدافع إسماعيل في العوافي ودراوي العوافي العوافي. رائعة من يوسف ورائعة من الحارس، جيبو وكاد يأتي الجول الرابع. محمد صبانة رحمة الله عليه أحد أشهر مقاتلي حرب التحرير في في القائمة. غير موضوع كاحتياطي يعني في قائمة الملاعب التي قدمت في اتجاه يوسف العوافي العوافي. رائعة من العوافي ورائعة من محمد، والثنائية اليوم الكرة مرفوعة من بالخيتر ورأسية جول. 4-0 صارت النتيجة يا سلام، لم تكفي الثلاثة فجاء الرابع. هل سجل بنيران صديق هذا الرابع؟ فرحة كبيرة في المدرجات، ممتعة فوق أرضية الميدان، المباراة ممتع، لاعبو المنتخب الجزائري لحد الآن بعد تسجيلهم الرابع أعتقد بنيران صديق من ركنية نفذها مختار بالخيتر. جماهير مهران سعيدة، جماهير مهران مستمتعة. طبعا بداية الشوط الثاني من دون تغيير على مستوى تشكيلة المنتخب الجزائري التي ستحدث فيها أكيد تغييرات معها. يوسف عن طريق العوافي، العوافي عرضي والمدافع إسماعيل السولي يخرجها في الركنية مرة ثانية خطيرة. ولا لا رأي تسلل، وين رايح وين رايح يوسف؟ كان محيوس متسلل يا العوافي، كان محيوس متسلل. تغييرات الآن على الجهة اليمنى، ولكن التغطية الدفاعية أسامة الدينمريزيك ما فيش وضعية تسلل. هنا التمريرة وهنا الهدف الخامس، هنا الهدف الخامس، ولكن حكم المباراة ماذا يقول؟ وضعية تسلل في أوفسايد على بايزيد. نعم في هدف خامس، الهدف الخامس لبايزيد، الهدف الخامس للجزائر والأول لبايزيد. كنت أتمنى أن يحتسب هذا الهدف. بايزيد يضيف الخامس، بايزيد يضيف الخامس. أقرب خلال الفترة الجاية هي اللي كانت سوري أخي تأثيرها باين عليك من الفترة اللي قبل كده. العين قوية جدا والحسد قوي جدا، طقطق من جوه، محتاج انها تتنظف، محتاج تطهر نفسك، محتاج تعمل خدمة كويسة لشخص اخر حواليك، محتاج تعدل الكارما بتاعتك او تحسن الكارما بتاعتك. زي ما احنا عارفين ان الصدقة بترفع البلاء وداوي مرضك كمان بالصدقة، فحاول ان انت تتصدق يا برج العقرب علشان خاطر الطاقة اللي حواليك دي. بصراحة طاقة صعبة قوي 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 قوي، دايما انت بتحاول تطلع من دايرة العنكبوت اللي انت فيها وبتحاول توازن امورك، بس يعني بيفضل الحسد ملازمك والحسد وراك والناس اللي مش كويسين حواليك وراك، بيبوظوا طاقتك وبيلخبطوا طاقتك وبيخلوك شوية عندك زي ركود في نفسك كده او في حياتك، اعباء كتير، احداث كتير. فحاول ان انت تنظف طاقتك دي وتطهر طاقتك دي علشان خاطر تقدر يعني تعيش وضع افضل. البعض من مواليد برج العقرب في داخلين شراكة ان شاء الله. الشراكة دي الحقيقة انا شايفة انها هتكون